كما تابعت وربما أنتم أعلم منا، يعني هزتين أرضيتين بولاية المسيلة، الأولى 4.1 درجات على مقياس ريشتر، ننتظر فقط أن تعطينا الهزة الثانية. على كل حال صحيح، اليوم على الساعة 8:38 كنا سجلنا هجة أولى للمركز تاعها، وجدنا 4 كيلومتر جنوب غرب مدينة مشيلة، والشدة تاعها بلغت إلى قيمت من طرف الطاقم اللي متكلف بمناقبة النشاط الزلزالي ب 4.1. بصفة دقيقة هذه الهزة المركز تاعها وجدناه جنوب منطقة الاقتصادية لمدينة مشيلة. وكذلك بعد على الساعة 11:06 كنا سجلنا هزة أخرى لشدتها بلغت إلى 3.1 وفي نفس المنطقة. هذه الهزة الثانية تعتبر كهزة ارتدادية، وهذا معروف أن شدة من نوع 4.1 تؤدي إلى نشاط ارتدادي للهزات، تكون دائما ضعيفة من الهزة الرئيسية حتى في العدد يمشي وينقص. إذا الهزة الثانية تعتبر كهزة ارتدادية. وكذلك نقطة هامة جدا، هذا ليس جديد في هذه المنطقة، هذه بصفة تاريخية وحسب المعلومات التاريخية للنشاط الزلزالي على مستوى مدينة مشيلة، كنا في الماضي سجلنا عدة من مرات هزات ما ذكرنا، وهذا راجع إلى تراكم الطاقات إلى حد ما ثم يصير فيه انكسار وانسراب للطاقة التي كانت متراكمة. وهذا كل شيء داخل في إطار النشاط المعروف على مستوى شمال الجزائر اللي هو ناتج من تصادم بين القارة الإفريقية والقارة الأوروآسيا. شكرا جزيلا لك محمد حمداش، باحث بمركز علم الفلك والجزيئة الفلكية وجيوفيزياء، كنت معي في اتصال هاتفي مباشرة. شكرا جزيلا لك.